هي انا ما بسيبش ولادي دايما اقول لهم صلوا واقول لهم متفرجوش على التلفزيون واقول لهم بلاش اغاني، وانا بعمل اللي عليا وربنا يهديهم. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم دكتور احمد رجب في فيديو جديد. في فكره عند كتير من الاباء اللي هو دوره مع اولاده الوعظ والارشاد، وده خلل في فهم الترتيب الشرعي لانكار المنكر. الشرع قصده ان يزال المنكر في الأصل، ما يكونش في منكر في الأرض، ولذلك أمر بتغييره أولا باليد. قال عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. تقول لي يده وتعمل مشاكل، عشان كده قلنا لمن يملك سلطة التغيير باليد، زي الحاكم مع شعبه، زي رئيس الشركة مع الموظفين. زي يعني إيه رئيس الشركة الموظفين؟ يعني يضربهم؟ لا، يعني هو ما يبقاش فيه مكان منكر أو شيء منكر في المكان بتاعه، ده مكانه. يقول لهم: يا إخوانا أنا صاحب الشركة ومفيش تلفزيون مثلا، مفيش أغاني أسمعها بعد إذنكم، أنا حر. وزي الزوج مع زوجته، وزي الأب مع أولاده. هنا يقدر الابن يقول له: يا بابا أنا مش رايح الامتحان. أبوه هيلزمه ولو بالقوة. يبقى هنا في إنكار باليد لمن يملك القدرة. طب أنا مع صاحبي ما ينفعش إنكار باليد هنا، لأنها هتحصل مفاسد. أنا مع أمي ما ينفعش، حتى لو أمي بتعمل منكرات كبيرة ما ينفعش، إنما دوري معاها النصح والإرشاد. أختي ماشية في الشارع بدون حجاب، ما أقدرش أشدها من شعرها وأقول لها: يا بنتي مش عارف. ما ينفعش، لا يجوز في الشر، ما دام أبوها عايش. أبوها هو اللي سلطان له، سلطان عليه، هو يأثم إن تركها هكذا. خدت بالك؟ بعد كده طيب دول بقى نعمل ايه؟ الوعظ والارشاد والقول. انت مع زميلك، انت مع اخوك، انت مع اختك، انت مع امك، مع ابيك، وهكذا. فمن لم يستطع فبلسانه. طيب هيحصل لك بقى مشاكل والناس الغريبه دي ممكن تعورك، ممكن تضربك، ممكن تبلغ عنك. فان لم يستطع فبقلبه. والانكار بالقلب بعد الانكار باللسان. عجزت عن اللسان، عن اللسان بس خلي بالك، يقول العلماء: لخوفا من حبس او قيد او نفي او قتل. ضرر كبير. مش تقول اصل صاحبي هيتريق عليا لما انا اقول له ما صليتش الفجر ليه، ومش عارف ما تكلم النساء ليه بطرق غير منضبطه. لا 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 لا، ده مش عذر ابدا. انما حصل مفاسد ضخمه، هنا نقول لك: خلاص يا ابني انت كده عملت اللي عليك، انكر بقلبك. وانكارك بقلبك يقتضي ان انت ما تقعدش في مكان في منكر. ما تقولش: وانا قاعد انا يا جماعه انكرت بقلبي. لا، انت لازم تسيب المكان ده في ايديك، في مجلس غيبه، مجلس دخان، مجلس منكرات، لازم تسيبه عشان ده انكار قلبي. انا طب حتى مش قادر تقول لهم كمان قاعد معاهم، ما ينفعش. لكن اللي عايز اركز عليه قضيه ان الاب زي ما واحد قال لي كده: وانا بنزل اصلي التراويح بقفل التلفزيون، ماليش دعوه. لا، انت ليك دعوه وهتسأل وهتحاسب. الزوج اللي حاطط الواي فاي في البيت وزوجته بتخش على أي حاجة وولاده بيخشوا على أي حاجة، هيتحاسب عليهم. أنت هنا ليك سلطة إخراج الشيء اللي هما بيعصوا ربنا بيه ده، سواء تلفزيون أو نت أو نحو ذلك. تقدر تقول لهم مفيش الحاجات دي، مش هتخش البيت. تقول لي: ما هم هيتفرجوا بره. لا، ما برضو أنت ليك المتابعة، متابعتهم في صلاتهم وفي دينهم، دي مسؤوليتك. يا اخوانا احنا مش بنربي عشان ناكل ونشرب بس، احنا بناكل ونشرب دي عشان غايه اعظم، وهي غايه ان الانسان ده يكون عبد صالح، ابنك ده يكون عبد صالح، راجل تقي. شاطر بقى مش شاطر دي حاجه براحتك انت، بس الواجب عليك انه يخرج عبدا صالحا. يبقى حته اللي انا بقول لهم، يقول لك: اصل انا بقول لمراتي البس الحجاب. ما فيش فايده. يعني ايه ما فيش فايده؟ في الزام، في إلزام. و يعني ممكن أحيانا تستخدم الشدة، ولازم الأمر يكون أمر يعني الناس يعني يتدخلوا بقى وتقول له، يقول لك في إيه وبتاع، وتجيب أهلها، ودي قضية كبيرة، قضية الحجاب، قضية الصلاة. مراتي ما بتصليش، لازم تصر اللي هي تصلي، مسؤوليتك تعمل كل ما في وسعك، إنما ما تتركش الأمر ده. يبقى حتة الإلزام يا إخوانا دي في سلطة ولي الأمر، سواء ولي الأمر ده حاكم أو ولي الأمر في أسرته أو أب مع أولاده أو زوج مع زوجته. مفيش حاجة اسمها زوجتي متبرجة، مسؤول أنت عن ذلك.
لازم تتصرف علشان تتقي الله وعشان تطيع ربنا عز وجل. انما حته اصل انا اسف انا قلت لهم، ما ينفعش. لازم تفهم مدى سلطتك في الانكار. ما دمت تقدر تنكر باليد يبقى لا يجوز ان انت تكتفي بالقول، وما دمت تقدر تنكر بالقول فلا يجوز ان تكتفي بالقلب. ودي الضوابط المهمه في قضيه كبيره جدا، هي قضيه يعني خطيره، وهي الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. حتى بعض العلماء يعني بيقول ان الامر بالمعروف ده كاد ان يكون الركن السادس، هو طبعا الاركان خمسه بس من كتر اهميته. فنفهم وضعك الصحيح، انت مسؤول عن كل اللي بيحصل في بيتك ايها الاب ايها الزوج، ولازم تتصرف بما يتناسب مع شرع ربنا عز وجل. دعموا الفيديو بشير ولايك وكومنت واشتراك في القناه. اشوفكم المره الجايه والسلام عليكم.